الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقه في باب اخر من كتاب الكافي الشريف وهو باب ان مستقى العلم من بيت آل محمد صلى الله عليه وآله. المستقى مصدر ميمي. والعلم مضاف إليه وهو مفعول. يعني الناس يستقون العلم من آل الرسول صلى الله عليه وآله. وأن ما في يد الناس من حق فإنما هو عن طريقهم. وذلك لأن رسول الله محمدًا صلى الله عليه وآله بث العلم أنال وأنال. لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تم منع تدوين الحديث. واستمر هذا المنع تسعين عاما. في خلال هذه الفترة مات الصحابة ومات التابعون. ودخل كثيرون في الاسلام لم يعاشروا الصحابة ولا التابعين. وخلفاء الجور غيروا وبدلوا حتى ان مالك ابن انس وهو احد الصحابه كما روى البخاري عنه قال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت يعني اذا في زمن الصحابه كل شيء تغير ولم يبق إلا الصلاة والصلاة قد ضيعت فما بالك بزمن التابعين والزمن الذي بعدهم مع شدة بطش وإرهاب بني أمية إلى أن صار في سنة مية مية في زمن عمر بن عبد العزيز حيث فتح تدوين الحديث بشكل جزئي في هذه الفتره ضاع اكثر ذلك العلم لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته وارادته حفظ ذلك العلم في ال بيت الرسول صلى الله عليه واله فالرسول علم أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام وقد قال أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال أمير المؤمنين علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وفي حديث آخر يفتح من كل باب ألف باب مليون باب مو مسألة باب من العلم وامير المؤمنين نقل هذا العلم الى الامام الحسن والامام الحسين والى الامام زين العابدين ثم الى الامام الباقر ثم الى الامام الصادق وكما يقول الشاعر ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري فهذا الوضع استمر الى ضعف كيان بني اميه في القرن الثاني الهجري فالإمام الباقر عليه الصلاة والسلام بدأ ببيان هذا العلم بشكل واسع ولذا لقب بالباقر لأنه يبقر العلم بقرة العلم الذي كان محفوظا مكنونا شق الغشاء عنه الحجاب عنه ونشره بين الناس ومن بعد الإمام الباقر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حتى ورد في الحديث أن الشيعة قبل زمان الإمام الباقر ما كانوا يعرفون كيف يصلون كيف يصومون كيف يحجون إذا الشيعة هكذا كان حالهم فما بالك بالمخالفين قل بعد هذا الحديث الذي يرويه البخاري عن مالك بن انس: لا أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيّعت. فالإمام الباقر بين تعلم الشيعة وتعلم غيرهم، والإمام الصادق بين من بعده. وأئمة المخالفين المذاهب الأخرى أكثرهم تعلموا على يد الإمام الصادق إما مباشرة أو بواسطة فلذا إذا وجدت حقا عند المذاهب الأخرى فإنما هي علوم الرسول صلى الله عليه واله التي بينها الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بل يحتمل بعض العلماء أن الروايات التي رواها المخالفون، الروايات الحق التي رواها رووها عن رسول الله صلى الله عليه واله، هذه روايات الإمام الصادق والإمام الباقر عن رسول الله، لكن إما لأجل الخوف من السلاطين، أو لأجل كتمان فضيلة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حذفوا اسم الإمام الصادق والإمام الباقر من الأسانيد واختلقوا لها أسانيد أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه واله، يعني الروايات الحق اللي في كتبهم يحتمل أن تكون من هذا القبيل. فالله سبحانه وتعالى علم الرسول والرسول أنال وهذا العلم حفظ في أهل بيته. وهم بينوه للناس حينما حانت الفرصة المناسبة، وكما أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن لكي يصل إلى جميع الناس، كذلك حفظ الأئمة من أهل البيت واحدا بعد الآخر في كل زمان، لأن الرسول ماذا يقول؟ يقول: "إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي". أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ففي كل زمان يوجد فيه القرآن يوجد واحد من الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهذا أحد أدلة وجود الإمام المهدي في هذا العصر ماكو افتراق بين القرآن وبين الأئمة من أهل البيت وقد فصلناه فيما مضى ضمن ادله كثيره. باب ان مستقى العلم شبه العلم بالماء كما ان الماء فيه حياه الابدان والاشجار (وجعلنا من الماء كل شيء حي) كذلك هذا العلم فيه حياه للارواح وللنفوس. أن مستقى العلم من بيت آل محمد صلى الله عليه وآله. الحديث الأول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال سمعت الراوي يقول قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول وعنده أناس من أهل الكوفة عجبا للناس أنهم أخذوا علمهم كله عن رسول الله فعملوا واهتدوا ويرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه ونحن أهل بيته وذريته في منازلنا نزل الوحي ومن عندنا خرج العلم إليهم أفيرون أنهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا إن هذا لمحال. المجتمع الكوفي كان مجتمعا خليطا من قوميات، من قبائل، من ناس مختلفين، والسبب في ذلك أنه بعد فتح العراق كتب عمر إلى سعد أن ابن مدينة لا تحجزها لا يحجزها عني بحر ولا نهر. لكي يسكن فيها العرب، فسعد بن ابي وقاص في البدايه اختار الانبار، لكن وجد في الانبار ذبابا كثيرا فانصرف، فجاء فاختار هذا الموضع الذي هو الكوفه، بين الكوفه وبين المدينه لا يوجد لا نهر ولا بحر، فقسم اراضي هذه المنطقه بين مختلف قبائل العرب وسكنها ايضا الموالي يعني غير العرب من الفورس والانباط وصارت مركزا لذا سكنها مختلف الناس مو مثل مدينه قديمه يسكنها ناس من لون واحد ضمن عادات وتقاليد واحده لا مثل الان العواصم التي تكبر فجأة تشوف مثلا مدينه نفوسها خمسين الف تصير عاصمه خلال مثلا عشرين سنه ثلاثين سنه يسكنها خمسه ملايين اربعه ملايين بعض الاحيان عشره ملايين ذول منو ذول من مختلف الأماكن جاءوا بعادات مختلفة تقاليد مختلفة لعله مذاهب مختلفة لذلك الكوفة كان شأنها هكذا لذا هي كما كانت مركز للشيعة كانت مركز للنواصب مركز للخوارج مركز للأمويين مركز للناس الذين هم ضمن اتجاهات أخرى مركز قبلي لمختلف القبائل. البعض يتصور انه مثلا الكوفه كانت في زمن امير المؤمنين شيعيه كامله، لا الشيعه كانوا فيها اقليه فيها اقليه. وانما الناس في الكوفه اكثرهم كانوا ينظرون الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام كحاكم. لا ينظرون اليه كامام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى، منصوب من قبل رسول الله صلى الله عليه واله. حاكم زين الحاكم هم يقول الناس نذهب للحرب، مثل الآن، الآن الدول التي يسكنها أقوام مختلفون، قبائل مختلفة، تشوف في العسكرية يشترك جميع أطياف الناس. يعني الآن مثلا بلد فيه الشيعة فيه السنة فيه خوارج مثلا فيه كفار تشوف العسكرية كل هؤلاء موجودون فيها القبائل المختلفة كلهم موجودون فيها اتجاهات مختلفة كلهم موجودون فيها هكذا كان يعني واحد لا يصور أن الجيش الذي خرج مع أمير المؤمنين إلى قتال معاوية كانوا كلهم شيعة لا مختلف الناس كانوا ولذلك خرجوا على أمير المؤمنين عشرين ألف واحد من جيش أمير المؤمنين جيش أمير المؤمنين كان خمسين ألف واحد تقريبا قتل منهم مجموعة في الأيام الأولى من القتال من أول صفر إلى تاسع أو عاشر صفر البقية عشرون ألف واحد منهم خرجوا على أمير المؤمنين ما كانوا يعتقدون بإمامته من الله سبحانه وتعالى، يعتقدون بك حاكم. وبعد ذلك عصوه ولم يطيعوه. قد واحد بين قوسين نذكر كان كلام أنه مثلا من قتل الحسين؟ يقول الحسين قتله الشيعة بأي دليل؟ لأن أهل الكوفة قتلوا الحسين. وأهل الكوفة كانوا شيعة. زين أهل الكوفة كانوا شيعة، بأي دليل كانوا شيعة؟ لأن علي بن أبي طالب اختار هذا المكان، فأحد الأخوة قال له: أنت بين أمرين، إما أن تقول أن الذين نصروا عليا فقط الشيعة، السنة، سائر المذاهب خذلوا علي بن أبي طالب، لم يكونوا في جيشه، كانوا مع الفئة الباغية، إما تقول هذا الكلام وتثبت أن علي بن أبي طالب هو رأس الشيعة. وإما أن تذعن بأن الكوفة بلد خليط كان كل شيء موجود فيه فيه الشيعة وغير الشيعة بعدين نجي نناقشك في أن الشيعة كانوا أقلية وكانوا مسجونين الكثير منهم والذين قتلوا الحسين وقاتلوه أكثرهم كانوا من الخوارج ومن الأخلاط على كل حال بس هذا بين قوسين نرجع إلى كلامنا فالكوفة كانت خليطا ولذا تشوف المذاهب كثير منها مركزها الكوفة ليش لانه رؤساؤها كانوا فيها جمهورها كانوا فيها على كل حال مجموعة من هؤلاء كانوا يزعمون ان العلم عندهم وليس عند الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الامام يقول الامام الصادق عجبا للناس انهم يعني يزعمون انهم اخذوا علمهم كله عن رسول الله صلى الله عليه واله فعلموا واهتدوا ويرون ان اهل بيته لم ياخذوا علمه بعد ذلك الامام يستدل على ان علم الرسول عند اهل البيت يقول ونحن اهل بيته نحن اهل بيت الرسول والله سبحانه وتعالى في حديث الثقلين قرنهم بالقرآن وأنهم لا يفترقوا عن القرآن وإذا عمل عملا ليس ضمن الشريعة ليس ضمن كلام الرسول هذا افتراق عن القرآن بل هذا الحديث يدل على عصمتهم لأن الإنسان إذا أخطأ في خطئه يفترق عن القرآن هؤلاء لن يفترقوا لن لنفي التأبيد فهذا أولا ونحن أهل بيته وذريته وعلم الآباء عند الأبناء خاصة إذا كان الأبناء حريصين على ذلك العلم إذا في المثل يقول ابن العالم نصف العالم ليش؟ لأنه إذا كان حريصا على العلم يتعلم من أبي حتى إذا هو مو حريص يشوف أبوه يسمع ونحن اهل بيته وذريته. وثالثا في منازلنا نزل الوحي. لان الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله. ورسول الله اما في بيته او في بيت فاطمه سلام الله عليها. وفي منازلنا نزل الوحي، والرسول كان يبينه لهم ان جبرائيل نزل وقال كذا وكذا وكذا ومن عندنا خرج العلم إليهم من علم فقهاء العامة الإمام الصادق الإمام الباقر أفيرون أنهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا إن هذا لمحال يعني قطع النظر عن الأدلة الدينية الشرعية اصلا من حيث العقل ايضا هذا محال كما هو واضح الحديث الاخر من احاديث هذا الباب عن الحكم ابن عتيبه او عيينه قال لقي رجل الحسين بن علي عليه السلام بالثعلبيه وهو يريد كربلاء فدخل عليه فسلم عليه الثعلبيه منطقة بين الحجاز والعراق لأن مسير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من من مكة إلى إلى كربلاء أربعين منزل قطعها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أربعة وعشرين يوما يعني كل منزلين في يوم وهذه المنازل مذكورة المعروف منها الثعلبية وزرود حيث بلغ نبأ استشهاد مسلم ابن عقيل، وبعض المنازل الذي التقى بها الإمام مع بعض الأشخاص، وهي مذكورة على كل حال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لقي رجلاً من أهل الكوفة واللقاب الثعلبية فقال له الحسين عليه السلام من أي البلاد أنت فقال من أهل الكوفة هسا شوف جواب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام شنو هو جواب الإمام يدل على أن هناك كثرة من الناس في الكوفة ما كانوا يعتقدون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولذا كلام الامام ناظر الى اولئك قال اما والله يا اخا اهل الكوفه لو لقيتك بالمدينه لاريتك اثر جبرائيل من دارنا يعني الموضع الذي كان يقف فيه جبرائيل ويستاذن على رسول الله صلى الله عليه واله الآن هم لعله باب قرب قبر الرسول صلى الله عليه واله يسمى باب جبرائيل. لعله هناك كان. الموضع الذي كان يقف فيه جبرائيل، ولعله اثر قدم جبرائيل كان هناك. مثل مقام ابراهيم عليه السلام. مقام ابراهيم حجر كان يقف عليه إبراهيم حين بناء الكعبة وهذا الحجر الله سبحانه وتعالى ألانه صار مثل الطين فغمست فيه رجل إبراهيم عليه السلام ثم الله سبحانه وتعالى أرجعه إلى ما كان عليه من الحجرية لذا الآن إذا تروح إلى مكة تشوف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زجاجة وتجد الحجر الذي عليه أثر رجل إبراهيم عليه السلام والله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إذا هاي الآية ما كانت في القرآن التكفيريون كانوا يقولون أن هذا شرك أثر رجل إنسان وأنت تتخذ منه مصلى هذا شرك لكن آية في القرآن لا يتمكنون من أن يقولوا شيئاً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً لعله أثر جبرائيل كان ذلك إما الأثر يعني مكان وقوف جبرائيل وإما أثر بين في حجر أو مكان في الدار لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل من دارنا ونزوله بالوحي على جدي، يعني حينما كان يأتي وينزل بالوحي على جدي. الإمام قال هذا مقدمة أن جبرائيل كان ينزل في بيوتنا على رسول الله صلى الله عليه واله. والرسول ما كان يبخل بالعلم عليهم. يا أخا أهل الكوفة، أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ يعني من بيتنا العلم خرج المنبع من بيتنا حيث كان ينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم البعداء علموا ذلك العلم ونحن أهل الدار لا نعلم بذلك العلم وأهل الدار أدرى بما في الدار فعلموا وجهلنا هذا ما لا يكون يعني هذا أمر محال الإمام الحسين ذكر هذا الكلام لهذا الكوفي شنو الغرض من ذلك لبيان منزلته عليه الصلاة والسلام حتى يهتدون يعني الأئمة كانوا متواضعين الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله ويقول واخفض, واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم الرسول الأئمة كانوا متواضعين ومن التواضع أن لا يذكر الإنسان فضائل نفسه إلا إذا كان بغرض هداية الآخرين أنا أفرض عالم وما أجي أقول أنا عالم هذا لا ليس مستساغا بل أنا رأيت بعض العلماء الكبار حينما كانوا يسألون او كان يمدحهم واحد يقول لا احنا علمنا قليل والآيه تقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا حتى اذا انسان غير معصوم هو اعلم العلماء فعلمه قطره من بحار غير متناهيه وما اوتيتم من العلم الا قليلا فمن الفضائل ان الانسان يتواضع ان لا يذكر فضائل نفسه الا اذا كان طريق لهدايه الناس يعني حتى الآن مثلا إذا أنت تروح إلى مكان تريد تروح إلى طبيب تشوف لافتة موجود الدكتور فلان هو ليش يقول الدكتور فلان حتى أنت تعرفه أن هذا الدكتور تراجعه لا يقوله مثلا تبجحا لعل البعض يقوله كذلك لكن الأكثر الغرض منه أن يعرف ليراجعه الناس إذا تشوف أمير المؤمنين أو الرسول أو الأئمة في بعض الأحيان كانوا يذكرون بعض فضائلهم إنما يذكره لهداية الناس، الرسول عندما يقول أنا رسول الله هذا من أعظم الفضائل أنه رسول من الله، لكن لماذا يذكره؟ لكي يهتدي الناس به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سئل أنت أفضل أو مثلا آدم قال ما معناه إن تزكية المرء نفسه قبيحة. الإنسان يزكي نفسه قبيح، لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. لكن لأنك سألت استجابة لك. أولا، والجهة الأخرى أيضا ليعرفوا فضائل أمير المؤمنين ليتبعوه، ليهتدوا. ذكر. أنه أفضل من آدم أفضل من نوح أفضل من ف... كذا إلى أن سأل مجموعة من الأنبياء بيّن أنه أفضل منهم مع بيان الدليل إلى أن وصل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال له أنت أفضل أم محمد قال أنا عبد من عبيد محمد أنا أطيعه هو الرسول من الله وهو الأفضل مني وهو الذي والله الله سبحانه وتعالى عليه فأنا ولي له. هنا الغرض شنو هو؟ الغرض هداية الناس. أو إجابة سؤال سائل. سأل لغرض هدايته. فإذا الإمام عندما يقول: أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا هذا لبيان لكي يهديهم. وحتى إذا ما اهتدى إتمام الحجة عليه البعض يسأل الرسول جاء لهداية الناس أكثر الناس لم يهتدوا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الجواب إن الله سبحانه وتعالى لطيف بالناس يبين لهم الطريق إذا واحد بشقاوته بسوء اختياره لم يقبل تلك الهداية الصوج من عنده لكن الحجة تامة عليه يوم القيامة ما يقول لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبله ان نذل ونخزى، لا ما له بعد هذا الحق. افمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا هذا ما لا يكون. لذا الانسان يجب عليه في الدين ان ياخذ دينه في الاصول والفروع من الرسول حصرا وطريقه الائمة. من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين